صورة شغالين، ولو سمحتم جميعا سوف نسجل هذه الحلقة لأغراض التعليم. الساعة 4 تماما الآن بتوقيت الإمارات. مساء الخيرات والمسرات جميعا، كل عام وأنتم بخير. سعداء جدا بأن تكونوا معنا اليوم في هذه الحلقة. أرى وجوها طيبة وأسماء طيبة وعزيزة هنا على شاشتي، سعيدة جدا بهذا وأهلا وسهلا مرة ثانية. اليوم سيكون استكمالا لسلسلة من الجلسات بدأناها في شهر رمضان. شاكرة لمن حضر في رمضان، أنا أعرف عن نفسي أنا كنت في شبه غيبوبة، فشكرا جزيلا لمن حضر. ونرى اليوم الحضور الجميل. هذه السلسلة حقيقة هي تضيف أو تبني على عمل بحثي كبير لربما عمره سنتين، كنا اشتغلنا به في جامعة زايد بتعاون كبير مع مؤسسة الملكة رانيا والباحثين الموجودين فيها. اشتغلنا على البحوث وعلى نتائج البحوث المتعلقة باستراتيجيات تعليم وتعلم باللغة العربية، تبني لدينا أدوات حقيقية، مش رأي، مش افتراض، مش أنا أظن بأن هذه هي الأدوات الأفضل، وإنما أدوات فعلاً مبنية على نتائج بحوث علمية حقيقية. اليوم حديثنا سيكون عن استراتيجيات الاستيعاب القرائي. وطبعاً نحن نعرف أن القراءة دون فهم ودون استيعاب هي ليست قراءة بتعريفها العلمي. التعريف العلمي للقراءة هو أن نقرأ وأن نفهم، دون فهم هي فقط يسمى ديكودينج أو مبادئ التهجئة الأولى التي هي أيضاً ضرورية في مرحلة من المراحل. محدثتنا اليوم الرائعة دكتورة لمى نصيف، هي أستاذة مشاركة في قسم الدراسات العربية في كلية ويليامز في ولاية ماساتشوستس في الولايات المتحدة الأمريكية، وحالياً هي زميلة في مؤسسة الملكة رانيا تعمل تحديداً على هذا المشروع وعلى توليف مصادر التعليم والتعلم المثبتة علمياً بالتعاون مع مؤسسة الوقف التعليمي في المملكة المتحدة EEF لهذا العام الدراسي. وتركز دكتورة لمى في أبحاثها على العمليات المعرفية في اكتساب اللغة العربية وعلى تطور الكفايات اللغوية الاجتماعية لدى متعلميها. الدكتورة نشرت الكثير من الأبحاث، لديها عدة كتب أيضاً في هذا المجال، وأيضاً كانت أستاذة مساعدة في كلية ميدلبري الشهيرة بتعليم اللغة العربية في أمريكا، وباحثة زائرة أيضاً في جامعة بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية كذلك. سأتوقف هنا وأترك الكلمة للدكتورة لمى. لو لديكم أي أسئلة لطفاً اكتبوها في صندوق الدردشة، سنقوم بعرضها في حينه، والمجال متاح هذه المرة لأيضاً أن تسمعون أصواتكم وتعليقاتكم و أن تسمعونا تعليقاتكم وملاحظاتكم، عشان ما حدا هلأ يخبطنا على الرأس كان لازم نكسرها. فيلا تفضلي دكتورة لمى، أهلا وسهلا فيكي. أهلا بحضرتك دكتورة هنادة، مساء الخير للحضور الكرام جميعا، سعيدة جدا بلقائكم اليوم ولو حتى يعني على شاشة كمبيوتر. كل عام وأنتم بخير، إن شاء الله كان يعني عيد جميل. سعيدة جداً بوجودي اليوم، أرى أسماء العديد من الأصدقاء والحضور الكرام، الشكر الجزيل لحضوركم الكريم، ومتحمسة جداً لمشاركة بعض نتائج الأبحاث وتطبيقاتها المتعلقة بالاستيعاب القرائي. فسأبدأ دكتورة الآن بمشاركة شاشتي. نعم، واضحة الشاشة؟ طيب تمام، عظيم. أوكي. كما تفضلت الدكتورة هنادة، هذه واحدة من سلسلة أدوات التعليم والتعلم،
يعني سأمر أو سأعرج سريعاً على مجموعة أدوات التعليم والتعلم لمن لم يحضر الجلسة السابقة. طيب، بداية هذا مخطط الجلسة. سأعرف القراءة، المهارات والعوامل التي تنطوي عليها، بعض الفرضيات الشائعة المتعلقة بالاستيعاب القرائي، التعامل ذهنياً مع النص المقروء، وكيف يرتبط فهمنا لهذه المعلومات بالاستيعاب القرائي. أيضاً كيف نعد قراء استراتيجيين فاعلين من خلال الاستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية، وما الذي تقوله الأبحاث العالمية والعربية سريعاً عن أثر هذه الاستراتيجيات وموثوقية أدلتها. أيضاً بناء على هذه الأدلة، ما بعض التوصيات الواجب اتباعها لتعزيز الاستيعاب القرائي، توصيات من EEF أو مؤسسة الوقف التعليمي كما تفضلت الدكتورة العزيزة. هناك أتمنى أن يكون هناك وقت لنشاط تفاعلي أيضاً، وسأختم إذا تسنى لنا الوقت بنتائج وأمثلة من دراسة ماجستير مثيرة للاهتمام. بداية، ما هدف مجموعة أدوات التعليم والتعلم؟ وكما ذكرت هذه الجلسة الثانية ضمن هذه السلسلة. بشكل عام يعني أردت فقط سؤال سريع للحضور، إن كنتم تعرفون مجموعة أدوات التعليم والتعلم على موقع مؤسسة الملكة رانيا. أنا سأتوقف عن المشاركة. ممكن هذه المجموعة هي ملخص الأبحاث العالمية والعربية المتوفرة حول التعليم والتعلم، وصممت لمساعدة المعلمين والتربويين وصناع القرار والمؤسسات التعليمية سواء كانت مدارس أم جامعات على اتخاذ القرارات المعنية بتحسين مخرجات التعلم. وتغطي أصلاً كانت 35 أداة، ولكن الآن سأعرض لكم هذا موقع مجموعة الأدوات على مؤسسة الملكة رانيا. المعلومات الجديدة المحدثة، لو سمحتوا بس من فضلكم أسمع بعض، لو بس نحط كتم الصوت. شكرا جزيلا. أوكي. حلت؟ هذه مجموعة أدوات التعليم والتعلم على موقع المؤسسة. يعني إذا ذهبنا إلى الموقع الرئيسي هنا، أدوات التعليم والتعلم، وسنرى 30 أداة تتعلق بمحاور مختلفة من التعليم والتعلم. سأختار مثلاً أنماط التعلم. كما نرى هنا لدينا معلومات عن تعريف الأداة، النتائج الرئيسة، فاعلية هذا الأسلوب. أيضاً هناك فقرة خاصة تتعلق بالطلبة الأقل حظاً، وسأتكلم الآن قليلاً عن سبب هذا أو ما هو الدافع وراء التأكيد على إدراج نتائج تتعلق بالطلبة الأقل حظاً. أيضاً هناك بعض المعلومات العامة عن كيفية تطبيق الأداة في سياقك أو سياقك، كم تبلغ التكلفة. ممكن لحظة دكتور. نعم دكتورة. نعم شكراً. أستاذة سمر، أي أحد الميكروفون لديه مفتوح لطفاً إغلاق الميكروفون. أستاذة سمر، أستاذ لربما أبو المحاسن، لطفاً إغلاق الميكروفون. عفواً دكتورة، تفضل. شكراً دكتورة، شكراً. وكما نرى هنا، هناك ملف خاص بملخص الأبحاث التي أجريت في العالم العربي. يعني لكل أداة هناك ملخص للأبحاث في المنطقة العربية أيضاً. القائمون على مجموعة الأدوات كما تفضلت الدكتورة، مؤسسة الوقف التعليمي، جامعة زايد عبر الأستاذة الدكتورة هنادة طه تمير، و
الأستاذة المساعدة ساندرا بارودي، أكاديمية الملكة رانيا أيضاً ومؤسسة الملكة رانيا. لماذا أعود إلى فكرة صد فجوة الطلبة الأقل حظاً؟ لأن مؤسسة الوقف التعليمي أو Education Endowment Foundation أو EEF تكرس جهودها لإلغاء اقتران تدني التحصيل التعليمي بدخل الأسرة المنخفض، حيث تهدف إلى دعم المعلمين في المدارس والجامعات والتربويين وصناع القرار في رفع مستوى التحصيل وسد الفجوة، وتكمن استجابتها لهذا التحدي في أفضل الأبحاث المتاحة. فإذن الفكرة هنا هي التوظيف أو التطبيق المستند على الأدلة، أيضاً مع الاستفادة من الخبرة المهنية للمعلمين. يعني أنا لدي نتائج الأبحاث العالمية والعربية وكيفية تطبيقها في سياقي المحلي بناء على تجربتي أيضاً وخبرتي الشخصية. هناك مصادر توفرها المؤسسة، مؤسسة الملكة رانيا، بما فيها أيضاً لطفاً إغلاق ال بس باقي دائما الميكروفون. أعتذر إذا كنت أحياناً أستغرق بعض الوقت في الانتقال من صفحة إلى أخرى، ولكن عندما أشارك شاشتي هناك كثير من الأشياء التي لا أتمكن من رؤيتها. ففقط ألفت عنايتكم الأساتذة الكرام إلى موقع مصادر لمعلمي اللغة العربية أيضاً على موقع مؤسسة الملكة رانيا. هنا مصادر لمعلمي اللغة العربية بما فيها مصادر للاستيعاب القرائي. أستاذة إسراء، ممكن إغلاق الميكروفون بليز؟ شكراً دكتورة. وأيضاً نعمل حالياً في المؤسسة على إعداد دليل إرشادي يتعلق بالتغذية الراجعة، وسيكون متوفراً على موقع المؤسسة قبل نهاية شهر تموز يوليو القادم إن شاء الله. للحضور الكرام الذين لم يتمكنوا من حضور الجلسة السابقة، أنا سأضع الرابط هنا في الشات. نعم. أوكي. وسأبدأ الآن يعني بموضوع اليوم، وهو استراتيجيات الاستيعاب القرائي. بداية، إذا أردنا أن نتكلم عن الاستراتيجيات، ما القراءة؟ أولا اخترت ثلاث تعريفات، ولكن الغرض هنا هو رؤية الأشياء المشتركة بينها. يعني مثلا الصنوبر يعرفها على أنها سلسلة عمليات هدفها الاستيعاب، يقوم بها القارئ لبناء معنى من خلال الجمع بين المعلومات التي يقدمها النص والمعلومات الموجودة عنده مسبقاً. أيضاً سيلبرستين هي مهارة معقدة، يعني دائماً هناك فكرة التركيب، هي ليست شيئاً أحادياً، وهناك أيضاً عملية التفاعل بين القارئ أو القارئة والنص المقروء، وكل الأشياء التي يحضرها القارئ أو القارئة إلى عملية التعلم. فكما نرى هنا مثلاً مهارة معقدة لمعالجة المعلومات، يتفاعل فيها القارئ مع النص لخلق أو إعادة خلق نص ذو معنى، يتخذ فيها دور شخص فاعل. دائماً هناك فكرة بأن الكلام والكتابة هما مهارتان إنتاجيتان، بينما الاستماع والقراءة مهارتان، يعني كما يقال يعني كأنه نتلقى فقط، وهذا ليس صحيحا. هذه المهارتان أو أيضا تفاعليتان، لا نتخذ فيها دور شخص سلبي أو ليس له أي دور في هذه العملية. أيضا موقع مصادر لمعلمي اللغة العربية مرة أخرى عملية معقدة، إذن كلمة التعقيد تتكرر،
الإدراك تعتمد على الإدراك العقلي للطلبة، ما يمتلكونه من قدرات ومهارات لاستخلاص المعنى من النص المكتوب، وهو الغاية الأساسية، تفاعل بين القارئ وكاتب النص، تمام؟ وإحدى محاورها فك رموز الكلمات كما تفضلت الدكتورة، وصولاً إلى تفاعل الخلفية المعرفية وربطها بالنص للوصول إلى المغزى أو رسالة الكاتب. طبعاً ما هي استراتيجيات الاستيعاب القرائي؟ هناك استراتيجيات خاصة لتعزيز الاستيعاب القرائي، وهي مجموعة من التقنيات تهدف إلى تعزيز هذا الفهم، مثلاً استنتاج المعنى من السياق، تلخيص النقاط الرئيسة أو تحديدها، استخدام المنظمات البصرية والدلالية، تطوير استراتيجيات طرح الأسئلة ورصد الفهم فهمي للنص المقروء، أيضاً تحديد الصعوبات، ما هي الصعوبات التي تواجهني وأنا أقرأ أثناء عملية القراءة، كيف أتجاوز هذه الصعوبات، أي ما يعرف باستراتيجيات ما وراء المعرفة والتنظيم الذاتي. غالباً ما تدرس للطلبة في الصف ثم يتمرنون عليها في مجموعات، قد تكون مجموعات ثنائية أو مجموعات صغيرة، إما من قبل المعلمين داخل الصفوف الدراسية تقدم يعني من قبلهم، أو من قبل المعلمين المساعدين مع المجموعات الصغيرة. ما هي المهارات والعوامل التي تنطوي عليها عملية القراءة؟ هذا مثل بيت، يعني صورة بيت فيه محاور عملية القراءة أو الاستيعاب القرائي. فنرى هنا في الأعلى الاستيعاب القرائي، وهناك مهارتان أو عمليتان أساسيتان، وهما الاستيعاب اللغوي وقراءة الكلمات. وهناك عوامل تندرج ضمن هاتين المهارتين. لطفا كتم الصوت من فضلكم الأساتذة الكرام أو الدكاترة الكرام، ممكن؟ طيب، بالنسبة للاستيعاب اللغوي، تركيب النص، هيكلية النص، يعني ضرور أو عذرا اللي أبدأ بقراءة الكلمات. في قراءة الكلمات نفك الرموز ونربط الأصوات بالرموز المكتوبة التي نقرأها، هناك علاقة مباشرة بينهما. تعرف الكلمات أيضا، نتعرف على الكلمات، الطلاقة، هل هناك طلاقة في القراءة؟ تمام. بالنسبة للاستيعاب اللغوي، تركيب، فهم تركيب النص، هيكلية النص، رصد الفهم، هل أفهم؟ متابعة الفهم، هل أفهم ما أقرأه أم لا؟ الاستنتاج، القدرة على استنتاج أو استنباط المعلومات، يعني لا يكفي فقط أنه أنا عيوني عم تفك الرموز، أنا أقرأ الكلمات، يجب أن أستنتج، تكون لدي هذه القدرة. وهذا الاستيعاب اللغوي يعتمد على فهم المفردات وفهم القواعد والتراكيب النحوية في النص. أما بالنسبة لقراءة الكلمات، كما ذكرت، تعتمد على الطلاقة، تعرف الكلمات، فك الرموز، والتي بدورها تعتمد على الوعي الصوتي بأصل الأصوات ومعرفة ما هو مكتوب، يعني أو ما يعرف بالسكريبت، النص، مثلاً النص العربي مقابل النص اللاتيني اللي انبثقت عنه اللغة الإنجليزية أو الفرنسية وغيرها أو وغيرها من اللغات. طبعاً هذه الجزئية تشكل ما يعرف بالطلاقة القرائية، لما أنا بتعرف على الكلمات سريعاً عندي طلاقة مع دقة في تعرف الكلمات. أما بالنسبة للاستيعاب اللغوي، هو ما يعرف بالاستيعاب. السؤال الآن، هل تتأثر هذه المهارات ببعضها البعض؟ أظن يعني جميعنا سنقول نعم بالتأكيد، هناك يجب أن تتفاعل مع بعضها البعض لتشكيل الاستيعاب القرائي. طبعاً هذه العمليات أو المهارات لا تكفي لفهم المقروء أو الاستيعاب القرائي، ولدينا عوامل أخرى، منها مثلاً الدافع، دافع القارئ أو القارئ أو الانخراط في عملية القراءة.
التجارب السابقة للقارئ بما فيها النصوص المختلفة معرفتهم باستراتيجيات القراءة. المعرفة المسبقة بموضوع النص، هذا معروف بالنسبة لي، أم موضوع جديد أيضا. المهارات المعرفية، لأن اللغة ترتبط بالتفكير، فلدينا المهارات المعرفية للقراء ومهار أيضا الاجتماعية والثقافية، كل هذا. فإذا باختصار، عملية الاستيعاب القرائي هي عملية تفاعلية يتفاعل فيها النص المكتوب مع ما يحضره القارئ إلى عملية القراءة من عناصر لغوية ومعرفية وما وراء معرفية وشخصية واجتماعية وثقافية لتكوين الاستيعاب القرائي. فإذا نرى بشكل واضح كم هي يعني عملية معقدة بالفعل، هي مجموعة مهارات في الوقت ذاته. وألفت انتباهكم أيضا أن دائما نقول القراءة باللغة الأم، القراءة باللغة الثانية أو اللغات الأخرى التي نقرأها، العمليات ذاتها من عمليات معرفية وثقافية ولغوية، هناك الكثير من العوامل المشتركة بينها كما تؤكده الأبحاث. طيب الآن أردت أن أبدأ أيضا أو في بداية الجلسة بفرضيات شائعة متعلقة بالاستيعاب القرائي، يعني أسمعها كثيرا في الميدان، فأردت أن يعني أن نناقشها أو يعني نفكر بها جميعا. سأعرض الفرضية سريعا، ممكن فقط دقيقة للتفكير ثم سأتكلم عنها. فالفرضية الأولى، لا يؤدي تعرف الكلمات أو فك الرموز المكتوبة تلقائيا إلى الاستيعاب الجيد للنص المقروء، صحيح أم غير صحيح؟ ممكن نفك. أيوة أنا أرى أيوة بعض الحضور الكرام يعني اللي عم بيهزوا أوكي الرأس، شكرا جزيلا، شكرا لهذا التفاعل. طيب نعم، لا يؤدي تعرف الكلمات تلقائيا إلى الاستيعاب الجيد. لماذا؟ هو فك الرموز مهم، هو جزء كما يعني تكلمنا، جزء من عملية الاستيعاب القرائي، ولكنه لا يكفي لضمانه، ويصبح بعض الطلبة ماهرين في تعرف الكلمات ولكنهم يواجهون صعوبات في فهم المقروء. ولذلك فالتدرب على الطلاقة القرائية يساهم في دعم هذا الانتقال إلى استيعاب أفضل. تمام؟ الفرضية الثانية، أسمع كثيراً كثير من المعلومات، دائماً هناك مثل نوع من انشغال بالقراءة الجهرية، القراءة الجهرية للطلبة سواء في المدارس أم في الجامعات. فتؤدي الفرضية الثانية، تؤدي القراءة الجهرية تلقائياً إلى استيعاب النص، نعم أم لا؟ أوكي لا. لماذا؟ هذه القراءة الأدائية التي تركز على الأداء لا تؤدي بالضرورة إلى الاستيعاب، هما شيئان مستقلان. قد تدعم القراءة الجهرية الاستيعاب إذا اختار القارئ أو القارئ التركيز على جزء أو أجزاء معينة من النص، إنه أوكي سأختار جزء رح ركز على هالجزء تمام حتى أفهمه بشكل أفضل ممكن. ولكن هل هذا يعني أن القراءة الجهرية بشكل عام أنا فقط عندما أقرأ جهرياً وأركز على الأداء أنا أفهم ما أقرأه؟ لا، وأظن نستطيع أن أيوه أنا أرى يعني تماماً يعني التأييد من الحضور الكرام، هذا لا يعني عملي، هما عمليتان مختلفتان، ونعرف هذا من تجاربنا الشخصية أيضاً، ليس فقط من قراءاتنا لنتائج الأبحاث، وإنما عندما نقرأ نصوصا ما. الفرضية الثالثة، في تعليمي للنصوص المقروءة للطلبة يجب أن أبدأ بالقراءة الجهرية. أنا أرى هذا كثيرا في الميدان، أنه عندما نبدأ بتدريس نص ما نبدأ بالقراءة الجهرية التي نركز فيها على الأداء الجهري للطلبة، الأداء الصحيح بالسرعة والتنغيم المناسبين. ما رأيكم؟
شكرا للتفاعل. اوكي لا. جميل. لا لماذا؟ بغض النظر عن اسلوب تعليم القراءة الذي نتخذه في صفوفنا، يجب أن يركز المعلمون أولاً على استيعاب الطلبة للنص، الاستيعاب أولاً قبل العمل على الأداء الجهري الصحيح بالسرعة والتنغيم المناسبين، لأنه دائماً عقل المتعلم معرفياً يتجه نحو المعنى، ويجب أن يعني دائماً عندما نعلم بطريقة تعتمد أو يعني على المهارات المعرفية أو العمليات المعرفية لدى الطلبة يسهل هذا عملية الفهم والاستيعاب لديهم. الفرضية الرابعة، لا تحسن نمذجة المعلم أو المعلمة للقراءة الجهرية وحدها الطلاقة القرائية، نعم أم لا؟ شكرا لكم. إذن تقدم القراءة الجهرية للمعلم أو المعلمة نموذجاً للقراءة بطلاقة، ولكنها لا تكفي لتحسين طلاقتهم القرائية. فالعمل ماذا يجب أن نفعل؟ تقديم الدعم للطلبة، ما يعرف بالscaffolding، يعني عبر التدرج في تحمل المسؤولية من المعلم ننمذج القراءة، ولكن شيئاً فشيئاً يعني ندربهم حتى يعتمدوا على أنفسهم بشكل مستقل للقراءة المستقلة للنص المقروء. شكراً لكم. طيب الفرضية الخامسة، تعزز القراءة الجهرية بطلاقة، طلاقة القراءة الصامتة المستقلة، يعني طلابنا مثلاً عندما يقرؤون في البيت قد يقرؤون أولاً بقراءة جهرية أو يقرؤون قراءة صامتة مستقلة، يعني تفيدنا هذه الفرضيات أيضاً في تقديم المعلومات للطلبة. ماذا ننصحهم؟ يعني أحياناً نقدم لهم معلومات، أنا عندما أقدم لهم نصوصاً أتكلم معهم أيضاً عن طريقة تعاملهم، أسألهم كيف تقرؤون في البيت حتى نعزز الأفكار التي تعزز عملية التعليم لديهم، أو إذا كانت هناك أفكار خاطئة نستطيع أيضاً أن نصححها لهم. فهل تعزز القراءة الجهرية بطلاقة طلاقة القراءة الصامتة المستقلة؟ نعم أم لا؟ نعم. طبعاً لا تؤدي القراءة الصامتة في حد ذاتها إلى تحسين القراءة الطلاقة القرائية، إلا أن العلاقة بينهما واضحة. طلاقة القراءة الجهرية تعزز طلاقة، يعني عندما أنا يصبح عندي طلاقة في القراءة ينعكس هذا على طلاقتي عندما أقوم بالقراءة بشكل صامت ومستقل. تمام؟ هي مهارة أقوم بتحسينها وتدريبها. وأيضا نمذجة المعلم أو المعلمة للقراءة الجهرية جزء مهم من التدرب على الطلاقة القرائية، لأنها تقدم نموذجاً لهم للقراءة عفواً بطلاقة وليس الطلاقة. أيضاً القراءة المشتركة أو التكنولوجيا تدعمان القراءة المستقلة. وهناك معلومات أيضاً في موقع مصادر لمعلمي اللغة العربية ما هي القراءة المشتركة. هناك أيضاً نموذج لفيديو يعرض نموذجاً أو نمذجة لاستراتيجيات القراءة المشتركة. لا تكفي قراءة النص المكتوب مرة واحدة لفهمه، نعم أم لا؟ شكرا لكم. نعم، دائما عندما نقرأ نصا ما يواجه الطلبة تحديات عدة، هناك مفردات جديدة، تراكيب جديدة، ولذلك القراءة لمرة واحدة ليست كافية. ولذلك نرى أحيانا في الخطط الدرسية نقرأ للمرة الأولى، هناك بعض النشاطات التي يعني يجيب أو يقوم بها الطلبة. في القراءة الثانية هناك مهام أخرى، القراءة الثالثة مهام أخرى، فالقراءة المتكررة تتيح للطلبة التدرب وتعزيز طلاقتهم القرائية واستيعابهم للنصوص المركبة،
مما يسهم في تحسين قراءتهم لنصوص أخرى مستقبلاً. يعني نحن تكلمنا أنه عملية القراءة ترتبط بالعمليات المعرفية، ولذلك عندما أتعامل بشكل ناجح مع النص المقروء لا ينعكس هذا على قراءتي لهذا النص فقط، وإنما على عملية القراءة لدى الطلبة في تعاملهم مع نصوص أخرى لاحقاً. 7. القراء الذين يقرؤون بطلاقة قراء سريعون فاعلون. مرة أخرى، فكرة الطلاقة، أم هل هم قراء سريعون فاعلون؟ نركز على كلمة الفاعلية. شكراً شكراً. نعم لا، تختلف الطلاقة القرائية عن سرعة قراءة نص ما بفاعلية، لأن القراءة الأسرع بسرعة لا تؤدي بالضرورة إلى قراءة أفضل، ولذلك يجب أن يهدف تدريب الطلبة على الطلاقة القرائية إلى تمكينهم من القراءة بسرعة، لكن بسرعة تتيح لهم فهم النص المقروء. يعني هدفنا هنا ليس فقط السرعة، وإنما القراءة بسرعة تمكنهم من فهم النص المقروء، سواء كانت قراءة صامتة أم قراءة جهرية. إذن تطوير مع بعض، تطوير الطلاقة القرائية مع الاستيعاب القرائي في الوقت ذاته، المنهج المتوازن في القراءة. هناك فرضيتان وأيضا أسمع هذا كثيرا، لا يلائم التدرب على الطلاقة القرائية أو حتى الاستيعاب القرائي الطلبة الأكبر سنا، نعم أم لا؟ أنا الأستاذة رنا يعني تعمل عملت إكس كبيرة. شكرا أستاذة أو دكتورة رنا. لا طبعا لا ترتبط الطلاقة القرائية أو تدريباتها بسن معينة، بل بالعكس قد يأتي إلى الجامعات طلبة نلاحظ أن لديهم صعوبات ما أو في الاستيعاب القرائي أو في الطلاقة القرائية، فليس هناك يعني الوقت ليس متأخراً لتطوير مهاراتهم. ونواجه جميعاً طبعاً تحديات في قراءة نصوص مختلفة بطلاقة إذا كان المستوى اللغوي صعباً للغاية، يعني أو إذا كان سهلاً للغاية قد نقرأه بطلاقة كبيرة. فإذا نستطيع تقديم التدريب والدعم في المراحل الدراسية جميعها. وأيضاً قد يحتاج بعض الطلبة الأكبر سناً إلى التدرب على الطلاقة القرائية لدعمهم في فهم نصوص منهاجهم الدراسي. وعندما نتكلم عن القراءة نحن لا نتكلم فقط عن صفوف أو مواد اللغة العربية، أي مادة في المدارس أو في الجامعات جميعها تحتاج إلى مهارات عالية بالنسبة للاستيعاب القرائي. ممكن هناك ما يعرف بالحصان الدوار ويقوم به المعلمون أحياناً، يعني أنا مثلاً أقول مها ممكن تقرأي بعدين، يلا سامي، يلا محمد، يلا عبير. هل تعزز هذه القراءة العشوائية، يعني أختار عشوائياً، الطلاقة القرائية؟ شكراً أيضاً لكم، شكراً للتفاعل. لا الاختيار بشكل عشوائي دون منح الطلبة الوقت للتدرب قد يؤدي إلى إحراجهم وفرض الضغوط عليهم وعلى قدراتهم الذهنية. هناك علاقة ما بين المهارات المعرفية أو اللود والتوتر، ما يعرف بالتوتر والقلق في عملية التعلم، وهذا يعني يزيد العبء على مهارات الطلبة أو المصادر الذهنية لديهم، فلا يتمكنون من القيام بالمهمة بشكل جيد. أيضاً قد يؤثر الاستماع إلى قراءة بطيئة تفتقر إلى الطلاقة سلباً على استيعاب النص لدى طلبة آخرين. لذلك القراءة المشتركة أو المتكررة تقدم خيارات أفضل في إعطاء الفرصة لعدد أكبر من الطلبة للتدرب على القراءة. أخيراً وهو مثل ما بيقولوها يشجع التدريب المباشر، يعني هنا يعني الفكرة الأساسية في هذا التقديم،
يشجع التدريب المباشر والصريح للطلبة على استخدام استراتيجيات القراءة إلى زيادة استخدام الطلبة لها ورفع سوية تفاعلهم مع النص المقروء، نعم أم لا؟ نعم، بالتأكيد بالتأكيد، كما تظهر الأبحاث سواء مجموعة الأدوات أم أبحاث أخرى في المراحل الدراسية جميعها من المدرسة إلى الجامعة. الآن سأعرض سريعاً طريقة التعامل مع النص المقروء. هناك ما يعرف بالقراءة التركيبية من الخاص إلى العام، أو ما يعرف باللغة الإنجليزية بالbottom up، يعني نحن نتعرف معرفة أشكال الحروف والأصوات. أنا عم بقرأ، أبدأ بالقراءة، قراءة النص، الكلمات، الجمل، تمام؟ فإذا لا أحضر، يعني لا أفعل عمليات أخرى، مثلا مسح النص أو التوقع أو تفعيل المعلومات السابقة، فهناك إذن تغييب لثقافة القارئ وخلفيته المعرفية وأي عوامل أخرى تساعده في فهم النص. أنا أفهم النص من داخله، أنا فقط أقرأ حتى أفهم المعاني داخل النص وليس من خارجه. النوع الآخر القراءة التحليلية من العام إلى الخاص، أبدأ بمهارات، يعني منها مثلاً المهارات المعرفية أو ما وراء المعرفية، تفعيل مثلاً المعلومات السابقة للقراء وتنبؤاتهم حول النص، ماذا أتوقع؟ ما هي الأفكار التي أتوقعها؟ ماذا يخبرني العنوان؟ ماذا تخبرني الصور المرافقة للنص؟ تمام؟ ما هي المفردات التي أتوقع أن أراها في هذا النص؟ يعني أفعل استراتيجيات القراءة. فإذا معنى القراءة أو النص يأتي إلى النص من خارجه، من عقل القارئ وتجاربه السابقة، تمام؟ هل هناك نوع أفضل من النوع الآخر؟ شكراً لتفاعلكم. لا، نعم صحيح، وإنما القراءة التفاعلية عندما نقرأ نمزج بين الاثنين، يعني قد أبدأ مثلاً بالقراءة top down، تمام، من العام إلى الخاص، أفعل استراتيجيات القراءة، التنبؤات، التوقعات حول النص، بعد ذلك أبدأ بعملية القراءة، أنظر بشكل دقيق أكثر إلى محتوى النص، ثم أعود ممكن إلى العام لأشكل أيضاً أفكار عامة وأربط النص مع أو أخذ النص إلى عوالم أخرى عبر مهارات كمثلا مهارات الابتكار أو التقييم. فإذا هي قراءة تفاعلية، والقراء الناجحون يستخدمون الطريقتين معا. طيب، كيف يرتبط فهمنا لما سبق بالاستيعاب القرائي؟ نظرا لضيق الوقت سأنتقل إلى هذه الفكرة. الفكرة السابقة فقط تتعرض للمفردات، وأريد هنا التأكيد أن فهم المفردات هو جزء أساسي من فهم النص، يعني يجب أن يكون القراء على معرفة تقريباً، يعني إذا بدنا فهم 95% من مفردات النص لفهم النص، وإذا أرادوا تطبيق استراتيجيات القراءة يعني على الأقل كمان، هي أنا يعني معلومات ممكن من اللغة الثانية 90% حتى أقدر حتى أطبق استراتيجيات القراءة. فإذا المفردات ضرورية، ونرى هنا مثل هرم، هناك كلمات مثلا الأطفال يعرفونها، كلمات من البيئة اليومية، باب، شباك، بابا. بعد ذلك عندما ينتقلون إلى أو يبدأون بالمرحلة المبكرة من الدراسة، الكلمات التي تتكرر، الطبيعة، البيئة، حتى أشياء الهجرة. بينما المستوى الثالث والذي نركز عليه في الجامعات وهو الكلمات الاختصاصية، يعني كل الجارجن، ما يعرف بالجارجن، الكلمات الخاصة بكل مجال. طيب، تقسيم الخطة الدرسية إلى مراحل، ما هي هذه المراحل؟ يعني نحن لا ندرس النص المقروء بأن نطلب من الطلاب تفضلوا اقرأوا هذا النص، صحيح؟ وإنما نقسم عادة الخطة الدرسية إلى ثلاث مراحل،
ما هي هذه المراحل؟ ممكن بعض الإجابات بالتشات لو تكرمتم؟ أرى الآن بعض التعليقات. أشكركم جزيل الشكر الحضور الكرام، يعني أنا عندما أشارك شاشتي لا أستطيع أن أقرأ التعليقات. التمهيد المعرفي عظيم، التمهيد. ماذا أسمي هذه المرأة؟ أيوة، شكراً، نشاط تحفيزي قبل القراءة، التهيئة، شكراً جزيلاً. نعم، هذا ما أقصده، هذا ما أقصده، التمهيد قبل القراءة، أثناء القراءة، بعد القراءة. نظراً لضيق الوقت، أنا سؤالي هنا كان ما بعض استراتيجيات الاستيعاب القرائي التي تستخدمونها في مراحل القراءة الثلاثة؟ سأضطر إلى يعني اعذروني أساتذة، رح أضطر أني يعني أنتقل إلى الشريحة القادمة نظراً لضيق الوقت. مثلاً قبل القراءة، طرح الأسئلة، التوقع، الخرائط الذهنية. أحياناً عندما نقرأ العنوان أو العناوين الرئيسة قد يشكل هذا فكرة عن النص، إضافة إلى الصور، عندي خريطة، الكلمات المتوقعة أو حتى الأفكار التي أتوقعها من النص. الجدول الذاتي المشهور KWL، أعرف وأريد أن أعرف وماذا تعلمت. إلقاء نظرة عامة على محتوى النص، القراءة المسحية مثلاً أو أحياناً skimming and scanning أثناء القراءة. تحديد الأفكار المهمة، عمل الأشكال التوضيحية بناء على فهم النص، استنتاج أفكار متعلقة بالنص. تتذكروا الحضور الكرام عندما تكلمنا عن مهارة الاستنتاج في تشكيل الاستيعاب؟ الاستنتاج أيضا ضروري، نحن لا نعمل فقط على المستوى الحرفي في الاستيعاب القرائي وإنما على مستويات مختلفة. تخمين معاني الكلمات من السياق أيضا أثناء القراءة. التلخيص، التلخيص، إعادة الإخبار بناء على فهمي النص بعد القراءة. التركيز على بعض التراكيب النحوية، الإخبار أيضا عن محتوى النص ممكن بشكل آخر الآن بعد القراءة، بشكل يمزج بين النص ونصا آخر قرأنا من قبل. التمثيل الصوري، الصور. أحياناً مثلاً أنا أطلب من الطلاب بعد قراءة النص عبر عن فهمك للنص بصورة مثلاً، تمام؟ وهذا يختصر أيضاً مثل تلخيص لمغزى النص أو رسالة الكاتب من خلال النص. تحديد رسالة الكاتب أيضاً، أسئلة الرأي بعد القراءة. القيام بعمل كتابي مرتبط بالنص المقروء، قد يكون هناك فيديو مثلاً ممكن له علاقة أيضاً، ولكن نناقش الفيديو من خلال فهمنا للنص المقروء. وجميعنا نعرف هرم بلوم ومستويات الاستيعاب القرائي، فلن أطيل عليكم هنا، جميعنا على دراية بهرم بلوم ومستويات الفهم القرائي، ولكن الفكرة التي أريد إيصالها هنا هي تنويع النشاطات. يعني لا أعمل مثلا في مستوى واحد أو في مستويين، ولكن يجب أن تتضمن الخطة الدرسية مستويات مختلفة، لأننا لا ننمي فقط المهارات الاستيعاب القرائي لدى الطلبة، وإنما ننمي المهارات المعرفية، مهارات التفكير لدى الطلبة، والتي ستعزز استيعابهم للنص المقروء في هذا النص وفي نصوص أخرى مستقبلاً، لي كما ذكرت سابقاً لارتباط اللغة بالتفكير أيضاً. الآن كيف نعد قراء استراتيجيين فاعلين عبر الاستراتيجيات المعرفية وما وراء المعرفية؟ طبعاً ما هي الاستراتيجيات المعرفية؟ هي خطوات واعية، يعني لدينا ما يعرف بالوعي ودون مستوى الوعي، لكن هذه الاستراتيجيات هي على مستوى الوعي أو فوق مستوى الوعي لتعزيز الاستيعاب القرائي. هي ما
محلية، يعني أتعامل من خلالها مع نص ما بحد ذاته، هذا النص الذي أقرأه الآن، تطبق لدى مواجهة مشاكل في فهم النص. بينما ما وراء المعرفية هي خطوات واعية لتنظيم عملية القراءة بما يعزز الاستيعاب القرائي والتعامل مع النصوص المقروءة مستقبلاً، ليس فقط هذا النص وإنما مستقبلاً، لأن دائماً فكرة ما وراء المعرفة هي تنظيم عملية التعلم بشكل عام، التحكم بعملية التعلم، تسمح للطلبة بأن يتحكموا في عملية القراءة وتشجعهم على استخدام مهارات التفكير العليا. فمثلاً المعرفية، بعض الأمثلة: تخمين معنى الكلمة من السياق، أنا أتعامل الآن مع النص، هناك كلمة جديدة بالنسبة لي أحاول تخمين معناها، هذه استراتيجية معرفية. التلخيص استراتيجية معرفية. الاستنتاج استراتيجية معرفية. التركيز على الأجزاء الهامة في النص استراتيجية معرفية. تحليل المصطلحات التعبيرية أيضا استراتيجية معرفية. الترجمة، أترجم جزءا من النص، ما وراء معرفية. لكن ما وراء المعرفية هناك تنظيم لعملية القراءة والتعلم. أعرف هذا، أريد أن أعرف هذا، ماذا تعلمت؟ يعني أنا أفكر الآن من لما أقول بيوند، ما وراء هذا النص أو تنظيمه. النظرة الشاملة، ربط ما هو جديد بما هو مألوف، يعني عندما أنا أقرأ أنا قرأت هذا منذ أسبوعين أو درست هذا منذ أسبوعين، هذا كذا وكذا، يعني كأنه عقلي يقوم بعمل ارتباطات، كأنه خرائط أو associations كما يعرف بعلم النفس الذهني. تركيز الانتباه، أو أنا تشتت انتباهي، سأعيد القراءة هنا، سأعمل هذا، سأعمل ما وراء المعرفة. معاينة النص من حيث الطول والشكل، أو هذا النص طويل قصير كم من الوقت، يعني هذا أيضا أنا أعمل على مستوى ما وراء المعرفة. استخدام المنظمات البصرية للاستيعاب، أنه أنا أقول أنا سأعمل هذا، الآن أحول هذه المعلومات إلى رسم بياني وكذا وكذا، أنا أستخدم استراتيجية ما وراء معرفية، وأقيم استيعابي للنص أيضا. سريعاً، بعد عرض هذه المفاهيم، ما الذي تقوله الأبحاث العالمية والعربية بحسب مجموعة الأدوات من EEF عن أثر استراتيجيات الاستيعاب القرائي وموثوقية أدلتها وتكلفتها؟ أثر كبير في المرحلة الابتدائية، 6 أشهر، يعني عندما أقول 6 أشهر، الطلبة الذين حصلوا على هذا التدريب، تدريب استراتيجيات الاستيعاب القرائي، تقدموا بما يعادل 6 أشهر مقارنة بالطلبة الذين لم يحصلوا على هذا التدريب، 6 أشهر و7 أيضا في مرحلة الثانوية. ونعرف أيضا كمان من دراساتنا أثر كبير في المرحلة، أو بغض النظر عن المرحلة العمرية أو الفئة العمرية، وأثر كبير في مواد المنهاج الدراسي، أي منهاج دراسي يحتوي على نصوص من المهم أن يكون الطلبة قادرين على فهمها. التكلفة، عندما نتكلم عن التكلفة دائما هي تكلفة التدريب، المصادر، ممكن كتب، معلومات، توفير مصادر للأساتذة، تعرف على أنها منخفضة جدا، يعني الرقم هنا تقريبا $60 هو رقم عالمي الحقيقة، نحن فقط يعني ترجمناه، لكن في البلاد العربية لا توجد هناك معلومات عن التكاليف عربيا، وقد تختلف التكلفة حتى، يعني تكلفة التدريب عالمياً، الدراسات هنا من المملكة المتحدة، تختلف عن تكلفتها في البلاد العربية. كما ذكرت، التدريب، التطوير المهني، الكتب، مصادر التعلم أيضاً، وقت المعلمين أيضاً. موثوقية الأدلة، عندما نتكلم عن الموثوقية يعني نتكلم عن المراجعات، ما يعرف بالميتا أناليسس وميتا ميتا أناليسس، تظهر الدراسات أن الأدلة قوية وتعتمد على عدد كبير من المراجعات والتحليلات التجميعية. فإذا باختصار،
أثر كبير، أدلة واسعة، تكلفة منخفضة جدا. فإذا بالنسبة لمجموعة الأدوات، عندما أنا أقرأ هذه المعلومات أشعر يعني بأنني أستطيع تطبيق هذه الأداة بشكل سهل في الغرفة الصفية. طيب، أيضا الأبحاث العالمية تقول بأن المستوى، تحديد المستوى المناسب لصعوبة النص أو من خلال التحدي اللازم لتحسين مهارات الاستيعاب القرائي، يعني يجب أن أحدد مستوى صعوبة النص، ليس صعبا للغاية، ليس سهلا للغاية، المستوى المناسب للصعوبة، وتوفير السياق المناسب لممارسة المهارات وتعزيز الرغبة في التعامل مع النص. عفوا. أيضا التشخيص الفعال لصعوبات القراءة، نشخص أو نقوم بتشخيص صعوبات القراءة لدى طلبتنا، وخصوصا الطلبة الأكبر سنا الذين ما زالوا يواجهون صعوبة في القراءة. أيضا يمكن أن تنجح مجموعة واسعة من الاستراتيجيات والأساليب، لكن يجب تدريسها بشكل مباشر، يعني مش بشكل ما يعرف بالإمبليسيت ضمني، يجب أن يكون إكسبليسيت واضح مباشر. ويمكن دمج العديد من الأساليب بشكل مفيد مع تقنيات التعلم التعاوني وأنشطة الصوتيات لتطوير مهارات القراءة، والتقنيات مثل المنظمات البصرية وجذب انتباه الطلبة إلى خصائص النص مفيدة، لا سيما عندما قراءة النصوص التفسيرية والمعلوماتية. يعني لو عندي معلومات أستطيع أن أجذب انتباه الطلبة من خلال منظمات بصرية أو خرائط أو رسوم بيانية إلى خصائص النص، هذا يعزز الاستيعاب القرائي كثيرا كما تقول الأبحاث. أيضا الطلبة الأقل حظا والأقل تحصيلا يستفيدون بشكل خاص من التدريس المباشر لاستراتيجيات الاستيعاب القرائي، والأساليب التي تتضمن التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تحسن الاستيعاب القرائي، خصوصا عندما نركز على استراتيجيات محددة وعند استخدام مهارات طرح الأسئلة الذاتية. أيضا طبعا عندما نستخدم التكنولوجيا، هي ليست التكنولوجيا من أجل التكنولوجيا، يجب أن يكون هناك هدف واضح ومحدد. بالنسبة لمدة التدخلات، يعني طبعا دائما هناك مثل عملية إعادة تدوير، دائما نطبق الاستراتيجيات مع الطلبة، لكن حتى أضمن يعني التطبيق الصحيح للاستراتيجيات، يجب أن يعني أن تصل مدة التطبيق إلى 10 أسابيع على الأقل. أنا التدريب والتدريب والتدريب مهم جدا حتى يتقن الطلبة هذه الاستراتيجيات ويتمكنوا من تطبيقها بأنفسهم في البيت. يعني أنا لا يكفيني أن يطبق الطلبة الاستراتيجيات في الصف، وإنما أنمذج لهم عملية تطبيق الاستراتيجيات. هذه بعض الدراسات المحددة، يعني مثلا في برنامج تعليم اللغة الإنجليزية بجامعة ساذرن إلينوي في الولايات المتحدة، كارل درس استراتيجية ربط النص بخلفية المتعلمين وخرائط المفاهيم، وأظهرت الدراسة بأن الاستراتيجيات أدت إلى قدرة أو كان هناك قدرة أعلى على القراءة لدى المجموعة التي تدربت على الاستراتيجيتين، خرائط المفاهيم، ربط النص بخلفية المتعلمين. والطلاب الأقل قدرة على القراءة تحسنت مهارة القراءة لديهم أيضا. دراسة أخرى أظهرت أن التلخيص، طرح الأسئلة، التوضيح، التوقع أيضاً طورت قدرة الطلبة على القراءة والفهم، وهذه دراسة في إحدى الجامعات في الصين. هناك أيضاً عدة دراسات أظهرت بأن يعني كان هناك تدريب على للطلبة على استراتيجيات ما وراء المعرفة وطلبة آخرين على استراتيجيات ما وراء المعرفة. أظهرت الدراسات بأن التدريب على الاستراتيجيات المعرفة ساهم في تحسين الاستيعاب القرائي لفترة محدودة وقصيرة، بينما التدريب على الاستراتيجيات ما وراء المعرفية عزز القدرة على القراءة والاستيعاب على المدى الطويل. فإذا ماذا يجب أن نفعل؟ نمزج بين النوعين،
استراتيجيات معرفية وأيضا استراتيجيات ما وراء معرفية للطلبة. بالنسبة للوقت معلش اعذروني. هذه دراسة عربية في الصف الأول الإعدادي في مصر، أظهرت بأن استخدام استراتيجية KWL ساهمت في رفع مستوى الاستيعاب القرائي الحرفي والاستنتاجي والناقد في المجموعة التجريبية التي ركزت عليها الدراسة. أيضا هناك دراسة لعكور، ويشرفني حضور الدكتورة رابعة عكور التي قامت بالدراسة، كل الشكر لحضورك الكريم دكتورة. استخدمت الدكتورة استراتيجية الخريطة الدلالية، ووجدت بأن هذه الاستراتيجية رفعت مستوى الاستيعاب القرائي في نشاطات ما قبل القراءة وبعدها، وساهمت في زيادة الطلاقة اللغوية أيضا. إذن دكتورة هنادة، هل عندنا 5 دقائق فقط؟ مرحبا، نعم 5 دقائق أخرى، ولو كانت هنالك أسئلة في صندوق الدردشة سنأخذ 3 أسئلة لربما ونستودعكم الله. شكرا، كل الشكر دكتورة. طيب، توصيات سريعا، يعني بناء على كل ما ذكر، تطوير المهارات المعرفية واللغوية بما فيها الكلام والاستماع كما ذكرنا، كل هذه المهارات تعزز الاستيعاب القرائي، المهارات اللغوية متداخلة، اتباع أساليب منهجية متوازنة بين الطلاقة القرائية والاستيعاب، تعليم استراتيجيات الاستيعاب القرائي للطلبة بشكل مباشر عبر النمذجة والتدريب الموسع، المفردات الخاصة أيضا، الجارجن المتعلقة بكل مادة اختصاصية، طرح المعلمين الأسئلة على الطلبة دائما، تحفيز التفكير عبر من خلال الأسئلة، نمذجة الاستراتيجية ننمذجها للطلبة، التدريب بشكل مستمر. أيضا أظهرت الأبحاث بأن حتى استخدام الأفعال يساعد الطلبة، يعني عندما أقول أنا يجب أن يسمع الطلبة أتوقع، أتساءل، أتنبأ، أظن، مهمة، يعني مهمة للطلبة يجب أن يسمعوها من المعلمين. واستراتيجيات القراءة وما وراء المعرفية وما وراء المعرفية معا، المنظمات البصرية والدلالية، طرح الأسئلة الذاتية بين المعلم أو المعلمة والطلبة أو في مجموعات، رصد الطلبة لاستيعابهم وتحديد الصعوبات بأنفسهم عبر الاستراتيجيات ما وراء المعرفية. طيب، أظن أننا أردت فقط سريعاً، وهذه الجزئية الأخيرة للتقديم، أن أعرض نتائج من دراسة ماجستير مثيرة للاهتمام للأستاذة هاجر الديراني، وهي دراسة أجريت في الجامعة الأمريكية في بيروت. اعتمدت في دراستها على تصنيف لمختاري وريتشاردز، يعني صنفا الاستراتيجيات بشكل مختلف، سمياها حل المشكلة، يعني استراتيجيات يستخدمها القارئ مباشرة على النص عندما تواجهه تحديات، أي استراتيجيات معرفية، حل المشكلة، أنا ما عرفت الكلمة، لم أعرف أفهم الكلمة، أخمنها أو أتجاهلها، أو استراتيجيات القراءة الداعمة التي تدعم القراءة، يعني أو تدعم الاستيعاب أثناء القراءة. سأعرض لكم بعض الأمثلة، معرفية أو القراءة الشاملة، الاستراتيجيات التي يعتمدها القارئ أثناء القراءة يمكن اعتبارها ما وراء معرفية. كيف؟ هذه هي تخيلوا الأساتذة الكرام، هذه نتائج من الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، فما بالكم بطلبة الجامعات. عندما ندرب الطلبة حتى الصغار منهم على استخدام الاستراتيجيات يستخدمونها، وطبعاً طلاب الجامعات بفاعلية يستطيعون استخدامها بفاعلية أكبر، وجدت أنهم يستخدمون استراتيجيات كثيرة لحل المشكلة. مثلاً يعني طلبت منهم أن يقرأوا وأن يفكروا بصوت عال، وقامت بتدوين ما تسمعه منهم وتحديد نوع الاستراتيجية. فمثلاً حل المشكلة، إعادة القراءة أكثر من مرة للفهم، تخيلوا طلبة الابتدائي، تخمين معنى الكلمة من السياق، تجاهل الكلمات الصعبة، استبدال المفردات
بأخرى ذات معنى مشابه، تحديد نوع العبارة، تشبيه، استعارة، ما إلى ذلك، زيادة الفهم، استراتيجيات داعمة، ربط الأفكار ببعضها البعض استخدموها، تسطير أو وضع دائرة حول الكلمات الصعبة، إعادة صياغة الأفكار بأسلوبهم، القراءة بصوت عال، يعني حاولوا يقرأوا ما فهموا قرأوا مرة أخرى بصوت عال، استراتيجيات داعمة، استراتيجيات شاملة ما وراء المعرفية، التوقع من الصور، تحديد رسالة الكاتب، يعني الفكرة العامة، القراءة المسحية، تعرف الكلمات المألوفة، بعض منها معرفية أيضا، يعني هناك مثل خيط دقيق بينها، هذه ما وراء معرفية، ربط النص بالتجارب السابقة للفقرة، ما وراء المعرفية، معاينة النص من حيث الطول والشكل، تمام؟ القراءة السريعة الشاملة. وهذه النسب المئوية للاستراتيجيات التي وجدتها في الدراسة. حل المشكلة 24%، الداعمة 20%، الشاملة 56%. ويستطيع واكتشفت وجدت الأستاذة أن بعض الاستراتيجيات حتى لم يدربوا عليها في صفوفهم، لأنها أيضا قابلت معلميهم أيضا. فتخيلوا يعني كم سترتفع هذه النسب عندما تقوم المعلمة أو المعلم بتدريب الطلبة على هذه الاستراتيجية. سأعرض لكم سريعا نموذج من دراستها، ربط النص بالتجارب السابقة. أحد الطلاب قال، كان النص الهجرة من لبنان، فقال كان عندما كان يفكر بصوت عال، نحن هاجرنا إلى لبنان بسبب الحرب والمشاكل في سوريا، والآن نقرأ نصاً جديداً عن الهجرة من لبنان. يعني لاحظوا كيف ربط الأفكار ببعضها البعض، الطلبة الصغار. يعني مثال آخر، استراتيجية تجاهل الكلمات الصعبة، لاحظوا هذه الطالبة قرأت بلاداً نائية لا يعرف فيها أحداً، فقالت المهاجر يذهب إلى بلاد لا يعرف فيها أحداً، يعني عملت دروب خلاص، تجاهلت الكلمة لأنه حصلت على الكلي على المعنى، المهاجر يذهب إلى بلاد لا يعرف فيها أحداً. 2، استراتيجية استبدال المفردات بأخرى ذات معنى مشابه، قرأ الطالب تجنبهم شبح العوز، فقال العوز يعني عايز، بدي، ممكن الجذر حتى، لاحظوا يعني استخدام تسطير دائرة يعني حول الكلمات الصعبة. فإذن نلاحظ هنا مزيج بين الاستراتيجيات المعرفية ما وراء المعرفية، والاستراتيجيات ما وراء المعرفية أو التفكير ما وراء المعرفية هو موضوع الجلسة القادمة إن شاء الله في 1 حزيران يونيو. وأشكركم جزيل الشكر على حضوركم الكريم وتفاعلكم. شكراً شكراً دكتورة لما على هذا العرض الجميل، شكراً للتفاعل الرائع من الحضور. سنأخذ سؤالين أو ثلاثة. السؤال الأول سأحاول أن أجيب عنه أنا لو سمحتم لي، أستاذة رانا عزيزتنا شاعرتنا الكبيرة، أستاذة رانا نزال تسأل هل من فيديوهات تقارب هذه المفاهيم وتقدمها للمعلمين إسناداً ودعماً لهم؟ أجيب بأن مركز زاي لبحوث اللغة العربية في جامعة زايد يعمل، ونحن الآن نتحدث يعني نعمل على هذا مع الدكتورة لما ومع بعض المختصين الآخرين والباحثين في المجال. فآتٍ ولكن نحتاج إلى شيء قليل من الوقت بإذن الله. وأيضاً الأدوات، هنالك أدوات ليست فيديوز ولكن أدوات موجودة على موقع مؤسسة الملكة رانيا، موجودة هنالك المعلومات، صحيح دكتورة لما؟ بالتأكيد نعم دكتورة، كما تفضلتي بعض هذه المحاور فيها فيديوهات أيضاً بالنسبة لموقع مصادر. وسنغني يعني نركز هذه السنة على 3 أدوات عالية التأثير: التغذية الراجعة، استراتيجيات الاستيعاب القرائي وما وراء المعرفة والتنظيم الذاتي. فقبل نهاية العام، ممكن قبل نهاية شهر يوليو مع بداية شهر أغسطس 8، ستكون هناك بعض المواد أيضاً المتوفرة المتعلقة بهذه المحاور أيضاً.
رائع جدا. هنالك سؤال آخر دكتورة من دكتور أيمن يسأل: كيف يمكننا نقل نتائج هذه الأبحاث لمتخذي القرار بالمدارس وحتى الوزارات وتوجيه التنمية المهنية للمعلمين؟ سؤال جميل جدا. يعني مثلا سأتكلم عن السياق المحلي هنا في الأردن. يعني هناك العديد من الحوارات مع وزارة التربية دائما، يعني مثلا نبدأ بقسم التطوير والتدريب في الوزارة، وأيضا حوار مع أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين. فهناك يعني محاور مختلفة لبدء أو طرق لبدء حوار مع الوزارات أو المعنيين أو القائمين. تبدأ طبعا بتوفير بعض المصادر على الإنترنت عندما نعرض هذه المصادر، القيام بورشات عمل أيضا، بدء يعني أو مثلا تواصل مباشر مع المعنيين أو القائمين. هذا ما قمنا به. طبعا هناك تاريخ من التعاون مع الأكاديمية مع وزارة التربية، ولكن بدأ هذا الحوار منذ سنوات ونبني عليه، ودائما نستهدف قسم التطوير والإشراف، نحدثهم عما نقوم به من تطوير لأدوات، نعرض لهم هذا. هناك جلسات توعية أيضا قام بها الزملاء قبل وجودي في المؤسسة، جلسات توعية أجريت للمشرفين مثلا في وزارة التربية، لبعض المسؤولين في قسم التدريب والتطوير، يعني عرض لهم المحتوى الموجود لإيضاح ما هي أو ما هو الهدف، ما هو المغزى، ما هي الأبحاث. وبعد ذلك يعني زملائي قاموا بهذا، جلسات التوعية، وأنا الآن أركز على جزئية نقل معلومات الأبحاث إلى تطبيقات، ونقدم هذا أيضا للمعنيين حتى يأخذوا بهذه المعلومات لحيز السياسات. شكرا دكتورة لما، معلش سأقاطع إلا لو كان هنالك سؤال أخير جدا مهم، أحد يجلس على نار وبحاجة إلى أن يسأل. دكتورة فقط كان في سؤال لدي، يعني هل مثلا نفس الشيء بالنسبة للإمارات مثلا، يعني جلسات توعية مثلا للأساتذة للمشرفين، لقاءات مع المسؤولين في أقسام الإشراف والتطوير، هل هذا ينطبق على السياق في الإمارات أيضا؟ دكتور أيمن يهز برأسه نعم. نعم. ورانا نعم. أرى في عينيها نعم. نعم شكرا لكما، شكرا دكتور أيمن، شكرا دكتورة رانا، شكرا 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 للجميع، شكرا للأصدقاء والزملاء والصديقات والزميلات الكرام الذين انضموا إلينا، شكرا لكل هذا التشجيع، وسنعود لكم ثانية الشهر القادم بإذن الله بحلقة أخرى مع دكتورة لما، وإن شاء الله نراكم جميعا أيضا معنا قريبا تحكونا. تسلموا. شكر، كل الشكر دكتورة، كل الشكر لكم جميعا لحضوركم الكريم. سعدت كثيرا بالتعرف عليكم، وأتطلع بحماسة إلى الجلسة القادمة في الشهر القادم إن شاء الله. مع السلامة. أيضا. شكرا جزيل الشكر. الله معكم. جزيل الشكر لكم جميعا. شكرا دكتورة. شكرا للقائمين جميعا. شكرا لك. مع السلامة. الله معكم.